حياكم الله مشاهدينا من جديد. تحت شعار حياتك أمانة انطلق أسبوع المرور الخليجي ليؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور لتفادي وقوع الحوادث المرورية اللي قد تحدث نتيجة انشغال السائق عن الطريق بأمور كثيرة. بنتكلم عن هذا الأسبوع والأمور اللي يضمها هذا الأسبوع من الرائد عبد العزيز سعيد الحمودي رئيس مركز شرطة دبر حصن الشامل بالإنابة. صبحك الله بالخير الرائد سعيد عبد العزيز. صبحكم الله بالخير والنور، ونحن شاكرين لكم قناة الشرقية من كلبة على الاستضافة للحديث حول فعاليات أسبوع مرور الخليج الموحد الذي يقام هذا العام تحت شعار حياتك أمان. أهلا وسهلا. أهلا فيك. طبعا في البداية نبدأ نتكلم بشكل عام عن أسبوع المرور في دولة الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أسبوع مرور في هذا العام أو بداية شعار هذا العام طبعا أقيم تحت شعار حياتك أمانة. نعم. شعار هذا العام يرمز إلى الحفاظ أو التقيد بلواحي السير والمرور، له دلالة كبيرة، ركز على حياة الإنسان. نعم. أغلى ما نملكه هو العنصر البشري. نعم. لذلك نحن يعني علينا نلتزم بهذا الشعار، لأنه يعني أمانة في أيدينا، أمانة لنا لأنفسنا، لأهلنا، لوطننا. فهذا الشعار في مغزاة حقيقي، لا أهمية في مغزاة حقيقي، وهو أهمية هذا العنصر البشري في الحفاظ على حياته. نعم. وأكيد أنتوا أهداف وضعتوا أهداف لهذا الأسبوع لهذه السنة. الرائد عبد العزيز، شو هي أهدافكم لهذه السنة؟ أنا أحب أوضح أن أسبوع مرور من أهم أهدافه، من أهم أهداف هذا الأسبوع طبعاً توعية أفراد المجتمع بمخاطر، بمختلف طبعاً فئات المجتمع، بمختلف فئات، بمخاطر الحوادث المرورية. نعم. مختلف أنواعها الحوادث المرورية، لما ينتج عن هذه الحوادث المرورية. نعم. من وفيات، لا قدر الله إصابات، وفيات. نعم. لا سمح الله، وكذلك. نعم. المخالفات المرورية. طبيعة الحال اليوم الحوادث المرورية طبعاً الزيادة، الحوادث المرورية هاي طبعاً محصلة طبيعية نتيجة الزيادة المركبات الموجودة على الطريق والمستخدمي. نعم. المركبات في الطرق في الدولة. نعم. فوجب علينا نحن نوعي الناس ونوصل رسالة توعية لهذا المجتمع والجمهور والسائقين وكل من يستخدم الطريق أن أسبوع مرور هدف التوعية في المقام الأول، ويجب الأخذ بهذا نقاط توعية وأخذ في الاعتبار وتطبيقها على أرض الواقع. نعم. نعم. جميل. يمكن مثل ما ذكرت حياتك أمانة، هذا الشعار خلينا نقول أسبوع المرور، مثل هذه الشعارات اللي أنتم تتخذونها في هذا الأسبوع، كيف ممكن أنها تأثر في أفراد المجتمع؟ الشعار بطبيعة الحال معبر. نعم صحيح. معبر يدل على أهم عنصر عندنا اللي هو الإنسان. نعم. الإنسان. فطبيعة الحال إذا الإنسان يعني أخذ هذا الشعار اللي يرمز إلى أن حياته كمان. نعم. راح اتوقع يتقيد في الشارع المروري وبيحافظ على نفسه وبيحافظ على اهله وبيحافظ على وطنه، لان نحن اليوم العنصر الاساسي والاهم عندنا هو الانسان في المجتمع، لانه هو جيل المستقبل يبني ويكون. صحيح. هذا المجتمع ونبني عليه امال كثيره في. نعم. المستقبل. نعم. واكيد الرائد عبد العزيز الهدف هو رفع الوعي المجتمعي بالثقافه المروريه، لهذا قمتم بعمل برامج. نتكلم عن هذه البرامج واهميه وجود هذه البرامج في نشر الوعي المجتمعي. طبعا فعاليات المرور، فعاليات اسبوع المرور في المنطقه الشرقيه تقام في كل عام في احد مدن من مدن الساحل الشرقي، سواء كلبا او خرفكان او دبا. نعم. استقر هذا العام الافتتاح طبعا في مدينه دبا الحصن. طبعا الافتتاح صاحبه عرض عروض مدارس كذلك، واضافه الى معرض مصاحب لفعاليات اسبوع المرور. نعم. الحلو في اسبوع المرور من برامج. نعم. وانشطه توعويه في هذا العام ان مبادره جميله من القياده العامه شرطه الشارجه كانت عباره عن تكريم السائق المثالي. نعم. جرى كل عام. نعم. تكريم السائق المثالي يعني عاده يكون كبير السن الملتزم وكذا، نحن ما غفلنا عن هذا الوضع، لكن استحدثنا شغله جديده يمكن قد تكون الاولى على مستوى الاماره الشارجه لهذا العام او في الاعوام الماضيه ما تشد كررت. تم. نعم. تكريم السائق المثالي هذا العام من ذوي الاحتياجات الخاصه، وشفنا وعرضنا تقرير في. نعم. برنامج صباح الشرقيه عن هذا السائق من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولاقى استحسان واعجاب الجمهور، وحتى المراكز اللي هي تاهيل ذوي الاعاقه كان لها صراحه شعور طيب واثنت على هذا الموضوع يعني. فهاي بالاضافه طبعا نكمل بخصوص بعض البرامج الاخرى، طبعا عقد المحاضرات التوعويه. نعم. في مختلف الجهات، وعرض كذلك امر اخر
المسابقات بعد كذلك توعيه لمختلف شرائح المجتمع. نعم. بالاضافه الى بعد مسابقات طبيعه هذه المسابقات وين تكون؟ طبيعتها في المعرض المروري المصاحب وعاده تكون في في المدارس الاطفال في المراحل التاسيسيه، كذلك مسابقه افضل معرض مروري. نعم. لطلبه المراحل التاسيسيه في المدارس، وكذلك المشاركه في جوائز الثقافه المروريه للمدارس المشاركه. ناهيك عن عرض افلام توعويه، وفي توجه عندنا خلال اليومين المتبقيين ان شاء الله ان نزور المصابين في عدد مستشفيات المنطقه الشرقيه ان شاء الله. نعم. المصابين بالحوادث المروريه. جميل، يعني لنشر التوعيه اكثر لهؤلاء المصابين لتفادي اكيد الحوادث المروريه. نعم جميل. خلينا نقول جانب الترويج جدا مهم، خصوصا في اسبوع المرور. يعني قبل ما يبدا اسبوع المرور هناك يمكن حملات ترويجيه قامت فيها جميع القيادات العامه في الدوله. انتم كشرطه الشارقه او شرطه او القياده العامه لشرطه الشارقه او حتى فرع خلينا نقول دبل حصن، كيف تم الترويج لاسبوع المرور خصوصا ان عامل الترويج جدا مهم؟ طبيعه الحال نحن قبل اي فعاليه مروريه نكون لجنه. نعم. اللجنه نحدد لها مهام واختصاصات وما يرتبط باسبوع المرور واعضائها وكذا، كل واحد يقوم باختصاصه. نعم. قبل ما يبدا اسبوع المرور احنا طبعا نزور الجهات المعنيه اللي هي ذات العلاقه، يعني من مدارس، من جهات، من دوائر ومؤسسات حكوميه. للامانه يعني نحن يعني عندنا ميزه هنا في مدينه دبل حصن بشكل عام. نعم. ان الجهات كلها في نطاق واحد، نطاقها في مدينه صغيره. نعم. فالتعاون مألوف وموجود طبعا. صحيح. سواء بلديه او مدارس مثل ما قلت، مجلس اولياء الامور جدا متعاون ويانا، يعني كثير من الجهات متعاونه. طبعا تم الترويج طبعا لهذه الفعاليه طبعا بوضع البروشرات الملصقات على واجهه المدينه، في بعض كذلك تم مخاطبه المدارس بالمشاركه في ابراز هذا الحدث على مستوى المدينه. نعم. وكذلك نحن اقمنا بعد كذلك بزياره بعض الجهات مثل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني كثير من الجهات احنا شاركتنا في الموضوع وبدت رغبتها واستعدادها في المشاركة في هذا الحفل. جميل. والحمد لله رب العالمين. يعني الجانب المروري لا يقتصر لدى الشرطة فقط، انما نعم. ايضا لاولياء الامور والجهات اللي موجودة المجتمعية الموجودة. نعم. لها دور كبير. الرائد عبد العزيز، اهمية التوعية من قبل اولياء الامور وايضا هذه الجهات في نشر الثقافة المرورية. احنا لا نغفل عن دور ولي الامر. نعم. او الجهات المختلفة. نعم. جدا لهم دور مؤثر في رفع الوعي المروري لابناء الطلاب او لابنائهم. نعم. جدا مؤثر. اليوم ولي الامر يفترض انه يوجه ابنائه بالتقيد باللوائح والانظمه المروريه. نعم. والتزام بقواعد السير والمرور. هني ما دام طالما ولي الامر او الجهات هاي التزمت بهذه الامور راح نلقى جيل واعي يعي اهميه الثقافه المروريه. نعم. ويعني يحافظ على مستقبله وحياته وصحته يعني. صحيح. يمكن سنه عن سنه نشهد تطور في خلينا نقول في اسبوع المرور، في حملات توعويه اكثر. هل الحملات اللي كان في السنوات السابقه اتت بثمارها؟ يعني مثلا قلت نسبه الحوادث او غيرها من هالامور؟ لله الحمد. طبعا احنا عندنا خلال اسبوع المرور طبعا الحلو في القياده العامه شرطه الشارقه مش نظام مخالفات، لكن احنا نعمل حملات توعويه من ضمنها مخالفات مدفوعه الثمن. نعم. يعني لما نستوقف الشخص وناخذ عنه الاثبات المستند اللي هي رخصه القياده ورخصه المركبه، قد يكون الشخص غير ملتزم بربط حزام الامان. نعم. وصارت لي مره. صحيح. او يربطه في اسبوع المرور. يعني هذا صح. الاجابه تقودني الى سؤال، يعني الاشخاص اللي مثلا تكون عندهم او المخفي في سياراتهم مثلا مخفي ثقيل غير قانوني او ثقيل نوعا ما، بيقولون لا اسبوع المرور جاي والتفتيش زاد، فخلنا نخفف من هذا المخفي، وخاصه حتى ربط حزام الامان يكثر في هذا. نعم. الاسبوع. صحيح. والالتزام يكثر ايضا في هذا الاسبوع. احنا حابين نوضح يعني نقطه تعقيبا على كلامكم. طبعا هاي المخالفات مدفوعه الثمن، لكن الطريف ان بعض الاحيان لما يجيك الشخص وتحرر لمخالفه مروريه يبدا انزعاجه من تحرير المخالفه المروريه ويحاول يعني تساعده وكذا. احنا ما نخبره ان المخالفه هاي مدفوعه الثمن، فيما بعد يكتشف ان المخالفه مدفوعه الثمن حسب هاي 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 النقطة الأساسية جدا. احنا بنعرف قائد المركبة ان الورقة اللي انعطت له او المخالفة اللي انعطت له هاي توعية بحد ذاتها. مدفوعة الثمن يعني هي بدون رسوم. بدون رسوم. صحيح. فما نخبر فيما بعد يكتشف انه بالفعل جهاز الشرطة قام اعطاه مخالفة مرورية لكن مدفوعة الثمن، لكي يتعظ
لكن كي يعتبر هاي التوعية وتوجيه لأنه يتقيد بلوائح والنظم المرورية. نعم. طبعا الموضوع هذا احنا نقدر نقول مو بكل المخالفات تقدر نقولها مدفوع ثمن، لا في بعض المخالفات مشددة طبعا احنا يمكن تخفى إجراء حازم في نفس الوقت مثل الطيش والتهور مثلا في مخالفات مثل ما تفضلت الأخ. نعم. الطيش والتهور صورة شكل خطر على الطريق والتسابق. نعم. هاي مخالفات ما أتوقع احنا نكون فيها يعني مرنين في التعامل، لا بالعكس احنا نكون شويه حازمين لان اهم شيء عندنا سلامه المشاه ومن يكون على الطريق وكل من يستخدم الطريق. نعم. نعم صحيح. طيب الرائد عبد العزيز، يعني هذه التوعيه تكون تزداد في هذا الاسبوع، الايام الاخرى دوركم انتم في تقليل مثل هذه الحوادث كيف يكون التوعيات؟ احنا عندنا برامج توعيه على مدار العام يعني. نعم. يعني حملات توعيه على مدار العام مثل لا تنشغل بغير الطريق، اترك الهاتف النقال اثناء القياده، مثل سلامه الاطارات. انا حاب اعقب على نقطه خلال اسبوع المرور، الحلو في المعرض المصاحب لاسبوع المرور عندنا جدا كان جميل، احنا استضفنا جهات مشاركه واستضفنا الحلو في هذا المعرض بعض الشركات المتخصصه في صناعه المركبات وصناعه الاطارات. الحلو ان الجمهور ما كان يعي بعض الامور او المعلومات غايبه عنه، فاحنا لما وضعنا المعرض هذا شاركت هذه الجهات وعرضت محاضراتها وتوعيه الجمهور خصوصا في موضوع المركبات وقطع غيار المركبات فيما يتعلق في فرامل المركبه نفسها، ما هو الفرق بين المنتج الاصلي والمنتج المقلد، ما هي مكوناته، طبيعته، عمره. نعم. الافتراضي، فهاي المعلومه يمكن قد تكون غائبه عن الجمهور لكن الحمد لله استفدنا منها وافاده ومعلومه واضافه جديده في هذه الفعاليه. نعم. جميل. جميل. يمكن في موضوع خلينا نقول لابد ان نتطرق له خصوصا هي نشوف ظاهره خصوصا في برامج التواصل الاجتماعي في بعض الفيديوهات اللي انتشرت مثل ما شاهدنا ان مثلا الاستعراض في الاماكن العامه. انتم من خلال اسبوع المرور كيف ممكن انكم توعون الناس باهميه الالتزام بالقواعد المروريه في هذا الاسبوع وعلى طوال السنه؟ احنا ما من شك يعني اليوم الاعلام شريك اساسي معنا في التوعيه ونحن. نعم. طبعا هني موجودين من منبركم هذا بحد ذاته توعيه يعني. صحيح. للجمهور يعني. كلامك طيب بخصوص الموضوع الـ بعض الـ المنتشر نوعا ما المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. يحاول يرسل تغريده او ينشر في السناب شات او عن طريق الانستغرام يقوم بعمليه استعراضيه، هذا الوضع يزعجنا نحن كجهاز داخليه او وزاره الداخليه او جهاز شرطي، حتى للجمهور ينزعج من هذه التصرفات. صحيح. سلبيه يعني. نعم. فيعكس انطباع غير حضاري دولتنا، احنا اكبر من الامور هاي كلها، شعبنا يعني جمهورنا مثقف وواعي. صحيح. احنا طبعا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير في الموضوع هذا. دورنا كتوعيه امنيه عن القياده العامه لشرطه الشارجه لها مواقع التواصل الاجتماعي كثيره منها الانستغرام منها كذلك التويتر وسناب شات كذا. دائما تنشر الرسائل التوعويه للجمهور بخطوره مثل هذه التصرفات والعقوبه المقرره لها. وكل من يقوم بهذه التصرفات يعاقب بموجب قانون السير والمرور الاتحادي. نعم. طيب رائد عبد العزيز، اسبوع المرور في هذه السنه او اسبوع المرور الخليجي في هذه السنه في نقول او المدينه الحاضنه في المنطقه الشرقيه هي كانت مدينه دبر حصن. نعم. مدينه خرفكان ومدينه كلباء، اكيد هنالك ايضا فعاليات، هنالك انشطه، الامور متعلقه في هذا الاسبوع في هذه المدن الاخرى. نحن. نعم. طبعا ما نغفل ان كون الحدث الرئيسي في الاستضافه في مدينه دبر حصن، لا بالعكس بخصوص مدينه كلباء بخصوص مدينه خرفكان لها فعاليات موجوده فقط في دبر حصن المقر الافتتاح الرسمي. نعم. على صاحب هناك كذلك لهم فعاليات كثيره موجوده عندهم مثل دورهم في الشارع المروري من توزيع بروشرات من. نعم. توعيه. صحيح. المدارس من محاضرات كذلك من كذلك مرور على الدوائر وعكس الفعاليه هاي كلها لهم دور كبير. لا بالعكس هم زياراتهم برامجهم موجوده الانشطه نفس الفعاليه بس التركيز شويه كثير في حفل الافتتاح والمعارض المصاحبه بتكون في دبل حصن. طبعا انا انوه هني ان المعرض المصاحب الاسبوع المرور في مدينه دبل حصن تستمر فعاليته حتى يوم الخميس ان شاء الله. نتكلم اكثر. نعم. عن هذا المعرض، الاركان الموجوده في هذا المعرض. طبعا طبيعه الاركان الموجوده من الجهات المشاركه تقريبا احنا ما يقارب عندنا يمكن 15 الى 16 ركن عندنا في الاسبوع المرور. طبعا. نعم. هيك عن يمكن خمس مدارس تقريبا، عندنا الدفاع المدني، مواصلات الامارات، كلها تعرض منجزاتها او ابداعاتها في هذا المعرض، كل حسب اختصاصه. اضافه جديده عندنا هالسنه يعني حتى يعني احنا استغربنا من مشاركتهم، بالعكس وسعدنا في مشاركتهم، معهد الشارقه للتراث بعد شارك في بعض الصور كاقدم سياره في مدينه دبل حصن تم عرضها في السبعينات تقريبا او الستينات.
فمشاركاتهم طيبه. شركه غرفه التجاره والصناعيه عرضت لنا من خلال شركات السيارات، شركات الاطارات كذلك لمصنع الاطارات. فالحمد لله المعرض جدا لاق اقبال، لاق اقبال. يمكن في اليوم الاول كان عدد الحضور يتعدى 150 شخص في مدينه دبي الحصن، واليوم بعد في زيارات للمدارس والجهات الاخرى الموجوده. كبار السن لهم نصيب من الزياره الموجوده، سواء كبار السن من الذكور. شو جهز لكبار السن؟ والله مجهز لهم هدايا، كبار السن هدايا، مجهز لهم هدايا و بعض ال 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 جانب تذكار، يعني نقدر نقول على الهدايا التذكاريه. نعم جميل. طبعا في الغالب الناس تلتزم بالقواعد المروريه، شو تحب تقول لهم في خلينا نقول في هذا الاسبوع، واللي ما يلتزمون ايضا لابد انك تكون في بعض النصائح؟ والله نحن اسبوع مرور مو باسبوع فقط، احنا كل ايامنا اسبوع مرور. نعم نعم صحيح. احنا مو بالالتزام خلال فتره محدده اللي هي اسبوع هذا فقط من العام، لا نعم، نحن التزامنا يفترض يكون على مدار العام. هو صحيح احنا نركز على الجانب التوعي، بس ما ننسى الجانب ان احنا ان هناك لوائح وقواعد السير المرور يجب الالتزام فيها. نعم. لها قوانين وعقوبات مقرره صحيح وفق قانون السير المرور الاتحادي. نطلب من الجمهور او ندعو الجمهور من منبركم هذا نحن ان يكونوا دائما متقيدين باللوائح والانظمه المروريه. طبعا هذا يعكس ثقافتنا وحضاره بلدنا. نعم. طيب الحوادث المروريه اكيد هناك في احصائيات موجوده، اكثر الحوادث المروريه شو هي سببها؟ الهواتف المتحركه، اسباب اخرى، عدم الالتزام، السرعه الزايده وغيرها. للاسف الشديد انت ربطتي قلت الحوادث المروريه الهاتف نقال والسرعه. اليوم اصبح الهاتف النقال ما يستخدم للرد على الاتصال للاسف الشديد، او ما يستخدم سماعه كاستخدام عادي. للاسف الشديد يستخدم في زيارة المواقع التواصل الاجتماعي. نعم. السناب شات او تصوير موقف او تصوير موقع او تصريف شخص نفسه من خلال قيادته للمركبة. نعم. العامل الاكثر اللي احنا نلاحظه من خلال الحوادث الموجودة حاليا هو اللي هو الاهمال واستخدام الهاتف النقال في مش الرد مثل ما اسلف، لا، من خلال دخوله على هذه المواقع ان فيها فيديو وما شابه وتغريدات وما شابه ذلك. نعم. هاي صحيح. للاسف الشديد هي العامل الرئيسي في عمليه الحوادث. وبالفعل صحيح. انا عند قراءتي مثلا لهذه الاحصائيات شفت ان من اهم او الاشياء اللي تسبب او تقود الى الوفاه اللي هي الهواتف النقاله. نعم صحيح. يعني تقود مو حتى اصابات، مثلا اصابات بسيطه متوسطه تقود الرائد الى الوفاه، يعني لخطوره الهواتف للاسف الشديد. يعني هاي الامور ما كانت قبل يمكن 15 سنوات نرجع للوراء ما كانت موجودة، بس من دخلت عندنا هاي وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الحديث الآن للأسف زادت الحوادث المرورية بسبت مش زيادة كإحصاء، زادت بسبت الإهمال الشخص عن قيادة المركبة. نعم. والشارع المروري لأنها بالفعل هي ملهية له. نعم صحيح. نتمنى إن شاء الله أكيد هناك عقوبة من قبلكم الرائد عبد العزيز لحاملي هذه الهواتف، نتكلم عن العقوبة. والله شوفي يعني العقوبة المقررة الحديث احنا عندنا العقوبة في قانون سير المرور. نعم. الاتحادي التحدث بالهاتف النقال اثناء القياده، فهي عقوبه مقرره لكل من يستخدم الهاتف النقال اثناء القياده، ما حد محظور، حتى نحن كجهاز شرطي محاسبين في اثناء قيادتنا للدوريه المروريه. فنتمنى ان من الجمهور ومن جميع من يسمعنا عبر منبركم هذا انه يتقيد باللوائح والقوانين، في النهايه لنا هدف سامي ان نحافظ على هذا العنصر البشري باختلافاته، صغير كبير شاب، في حفظ الصون وحرية هذا الشخص. نعم جميل. يمكن هذه المشكلة منتشرة خلينا نقول في السنوات الأخيرة، لابد أن الشرطة عند اكتشاف المشكلة فيكون خلينا نقول في حلول، في حملات توعوية لابد أن تكون في هذا الجانب. نعم. لو تكلمنا عن حملات التوعية اللي راح تكون في هذا الجانب، خاصة ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي التوعية تكون لدى الأطفال. يعني الفترة الأخيرة نشوف إقبال الأطفال على الدراجات الهوائية بشكل متزايد. نعم. فشو ردك على هذا؟ نحن في بس بعقب على النقطة الأخيرة فقط وعقب أكمل ما طرق له الاخ. نعم. في خصوص الاطفال نحن الحمد لله رب العالمين في اسبوع المرور نجري جات العاده عندنا كل عام نزور المدارس ونلقي محاضرات لمختلف الفئات سواء هيئه اداريه او تدريسيه او طلبه. نعم. ونركز على هذا الجانب خصوصا الفئه العمريه الصغيره. نعم. الهاتف النقال، القياده، عبور الشارع، عبور المشاه. نعم. خصوصا موضوع بعض طلاب المدارس، العبور الامن
لطلبة المدارس حتى وصولهم لمقاعد الدراسة آمنين ويرجعون كذلك إلى منازلهم آمنين، وكذلك موضوع الركوب إلى الحافلات، طريقة الركوب إلى الحافلات. نعم. فجدا مركزين على جانب التوعية لفئة صغار السن أو المراحل التأسيسية، لأنها هي بالفعل تحتاج إلى توعية كثيرة. يعني المراحل الأخرى ممكن الحلقة المتوسطة والثانوية العامة ممكن الوعي عندهم أكثر من، لكن الفئة الصغيرة بالفعل محتاجة إلى هذه التوعية، ونحن بالفعل قائمين في هذا الموضوع. اما فيما يتعلق بالجانب الاخر موضوع الهاتف النقال اثناء القياده، الحمد لله نعم. اعتادت القياده العامه في كل عام او الرزنامه السنويه ان هناك حملات توعويه مثل ما نعم. اتلفت وبروشرات توزع على قائد المركبات في الطرق والميادين والاماكن العامه ان بخطوره الهاتف النقال، اخطاره، شو الناتج اللي راح ينتج عن استخدامك لهذه الهواتف والمضار اللي راح تترتب عليها على الشخص نفسه. نعم. الحملات موجوده الحمد لله رب العالمين بشكل دائم ومستمر تجريها القيادة العامة بشرطة الشاجر. نعم طبعا. في الأخير رائد عبد العزيز سعيد رئيس مركز شرطة دبل الحصن، شكرا على تواجدك معنا، شكرا على كل المعلومات اللي تكلمنا وطرقنا فيها عن أسبوع المرور. نتمنى السلام للجميع. ونحن نشكركم كذلك من قناة الشرقية من كلبة على حسن الاستضافة، آمنين أن نلتقي إن شاء الله معكم في لقاءات قادمة بإذن الله. نعم طبعا هذا موضوع جدا مهم، هو التقيد، التوعية المرورية، التقيد بالقوانين المرورية. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الموضوع ننتقل الى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.